هلا هاي المكالمة بسمح لكم يا أحرار تنزلوها على يوتيوباتكم وفيسبوكاتكم، ما عندي مشكلة أبدا، هاي بالذات، بس هاي بالذات فيكم تنزلوها، تمام؟ لأنه هو تحداني إني أنشرها كلها، وأنا قال لي أنا فنان وأنا سجلت، قلت له حنزل لك إياها مثل ما هي كاملة، ما في نقص نهائيا. تحياتي أحرار العالم، السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هاي المكالمة كانت بيني وبين سوار الحسن، شخص يدعى سوار الحسن، بيقولوا أنه فنان. هذا الفنان حاطط داب وداب يمان نجار، ما بعرف ليش بيغار منه من غاز منه، المهم بحبشت عنه مين هاد، طلع صهره جوز اخته لوسيم الاسد، فانا تشجعت وجبت رقمه وحاولت اني اتناقش انا وياه. سوار الحسن اللي هو صهره لوسيم الاسد، صهره جوز اخته، ناقشت انا وياه، اذا سميناها نقاش 35 دقيقه، بس لانه بحبه لبشار ما بيتحمل حدا يقول له بشار مجرم، ايه مجرم وستين مجرم، تمام. تحياتي لكم، بتمنى الكل ينشرها الكلها، وانا بنت البيرقدار يا سوار الحسن، ايه يعني بتعرف انت، اسال بشار عني بيقول لك مين ميسون بيرقدار. تحياتي يا احرار، اسمعوا المكالمه وبامكانكم تنشروها عنكم كمان، ترفعوها وتنشروها عنكم باليوتيوب، بكل اليوتيوبات وبكل الفيسبوكات. هذه كلام تفضل. اي مرحبا، اول شيء مرحبا، عم نتناقش نحن. انا سمعت والله لك مقطع هلا من شوي، بعثوا لي يا ناس عم يعني عم تغلط على يمان نجار، لانه عم يحكي. انت محاميه تبعه؟ لا 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 ابدا، مالي محاميه، انا مالي محاميه، انا جبت يعني عرفت مين حضرتك ومين زوجتك، فعرفت الخلفيه، بس عم نتناقش يعني، ما عادي يعني، ما ما, ما انا ما بدافع عن حدا، كل واحد بدافع عن حاله، تمام. طيب بس انا بعرف، بس انت حضرتك عم تحكي على انه بشار الاسد انتصر والسياده الوطنيه، وسمعت لك فيديوهات كثير عم تدافع. انا هيك اذا بدك تحاكيني بالسياسه انا ما بفتح باب بالسياسه، بس انت بس انت مدافع. لا تحاكيني بالسياسه بنو، بس انت مدافع بالسياسه، انا زلمه فنان وممثل معك. لحظه، اذا انت فنان ايه تمام، اذا انت فنان عم تجيب مثلا سيره واحد، انت عم تقولي معارضه، انا مؤيد، بعرف انك مؤيد، انا ما وبعرف يعني هيك. لا لحظه شوي، بس شغله يا استاذ، ميسون اسمك صح؟ انا اسمي ميسون. إيه معناته انا وياك ما رح نتفق برايي؟ لا بس نتناقش، ما نتفق بس نتناقش، شو المشكله يعني؟ انا ماني، انا ماني تبع سياسه لحتى. كيف مالك تبع سياسه اذا انت نازل في نازل باللي مع السياسه نازل فيهم؟ مو لانه هن ماني، انا ما قربت. لا لا طولي بالك لحظه بس ثواني. ايه انا ما قربت صوب حدا ولا حدا قرب صوبي. لا قربت انت، انا شفت فيديو النجار، يمان النجار انا ما بعرفه كله، شفت فيديو على التيك توك، عمي يحكي على وائل شرف وعم يحكي ينتقد ويسب عليهم، قام انا طلعت بكل عفويه يعني حكيت، قلت له انت اللي هالقد مو بوائل شرف، انا موضوعي كان وائل شرف فقط. ايه بس انت انت بس انت قلت انك انت هلا حالي، انا عم لك انا معارضه انت مؤيد، بس خليني اقول لك، انا سمعت فيديوهات لك عم تقول انتصر بشار، ما بنتفق يعني، اكيد ما بنتفق، بس خلينا نتناقش بود واحترام، نتناقش بود واحترام. تفضلي. ايه. هلا انا شفت يعني بصراحه يعني كل الناس اللي انا ما بعرفه ليمان، لك يا اخي خلاف شخصي بيني وبينهم، يا اخي نحن سوريين بالنهايه، يا استاذ ابو باسل، يا استاذ اوس الحسن، ما هيك اوس اسمك، يعني اسمك حتى جميل يعني صراحه، بس انا سوار، عفوا اسف، سوار. طيب يا استاذ سوار، الفكره مو هون، الفكره انه نحن كسوريين، لو انك انت فنان ما بيغنيك انك انت فنان تكون عندك موقف معلن، ما تخجل منه، ليش انتوا بتقلك بتقولوا ما لنا علاقه بالسياسه؟ شو الموقف؟ شو الموقف يا ميسو؟ شو الموقف؟ اي موقف؟ تاخذوا موقف مع الثوره، تاخذوا موقف مع الشعب. انا شو دخلني بالثوره؟ انا 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 ماني مع الثوره كلها، بعرف مالك مع الثوره، وبعرف انا ماني مع ايه، بعرف انا ماني مع ثوره خربت وقتلت وعملت مشاكل، انا شو بدي اكون مع ثوره خربت بلدها؟ لحظه اعطيني الثوره اللي عم تسموها. طيب. لك يا ميسون خلص هلا ليكي، انا ما بحب بس لحظه بس يا لا لك شغله، انا كنت بالبلد موجود وشفت شو عملوا. مين اللي عمل؟ مين اللي باع وطنيته؟ مين باع وطنيته؟ يطلع يقبض 2000 ليره باسم ما كانت البلد فيها، لساته تلفزيون الدنيا، باسم ما كانت البلد رخيصه وكان الدولار ب 20 ليره، بس ما عندنا، ما كان في كرامه. لا 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 اقول لك شغله، لحظه هالغلا هذا مو المشاكل. لحظه بس اقول لك شغله، للاسف. بس انت عم تحكي على الثوره، اي ثوره؟ بس لحظه خليني اقول لك شغله، مو انت عم تحكي، بس خليني احكي. باع البلد وباع تلفزيون الدنيا، خلصنا منه. عرفتي ليش ما بحب فوت بالنقاش؟ بس انت بس انت بس انت بس انت متزوج من بيت الاسد، يعني انت من عظام الرقبه، يعني انت منهم وفيهم.
لك لا 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 طولي بالك، نسيني انا من عظام الرقبه ولا لا نسيني ما انا عظام زي الرقبة. صاحب كلمه حق؟ يا ميسون اسمعي، انا ابن عشيره العقيدات، انا ابن دير الزور، انت مو مر... مو انا ابن مو خالد زوجتك، الحسن. اسمعيني بس بس اسمعني لكفيني بس مو بس زوجتك، مو لك. انت زوجتك اخته لواسيم هي الشغله الاسد. الوحيده اللي بت... بس هي لحظه الشغله بس لحظه الوحيده بس اللي لحظه، بتهمك؟ مو مرتك، هل مو انت مرتك اخته متصله تقولي لوسيم انه انت الاسد؟ زوجتك؟ لك اما انا زوجتي مو بس انا زوجتي الاء البديع للاسد، اي طبعا بس انا بعرف. هذا موضوعك انت، لا هذا موضوعك لا انت. موضوعي، ليش انت مو متصله هلا لتناقشيني على اساس ليش اي ما طبعا عم ناقشك. اي انت عم تقول عم ناخذ، بالضبط ناقشيني نحن بموضوع، طلعنا، نحن طلعنا. ناقشيني بموضوع يفيد الوطن، شو هو، مو شو هو، موضوع انك بدك اعطيني تفرجي العالم انه اعطيني. انا متجوز من بيت الاسد. لا على فكره انت ما عم تحكي سر لا ميسون، لحظه ولو شوي، انا هلا انا العفك، هيكني ما انا انا ما مجوز من بعرفك البلد وعندي انت. اولاد، انا ماني بس ابن اسمعني، امبارح بس متزوج، اسمعني، عندي بس اسمعني، عندي اطفال. بس يعني اسمعني، بس اسمعني، بدك انت عم تقول تناقشيني؟ بدك انت تحكي ابن دير، يعني بالوطنيه انت وتعملي ابن دير تعملي الزور؟ حالك تحكي بس لحظه بالمبادئ، تعالي اعطيني، نتناقش انا وياكي بخليني شلون احكي. خربت هالبلد. اها يلا اعطيني شلون خربت البلد، اعطيني هات لشوف. ايوه اسمعيني بقى انت الاخير، بس لا طالما بدك تحكي بس بدك وتناقشي. تعطيني، بس بدك تعطيني بعدين دور احكي، مو تخلي انت مثل تلفزيون بعطيكي الدنيا. عشر ايه ادوار، ولو تفضل. انه انا ليكي والله على فكره في شغله بدي لك عليها ميسون. انا ما بحب فوت بالسياسه، ولا اني سي رجل سياسي، لو اني رجل سياسي يعني كنت مأيد خليت بشار اسمع. انا ما الأسد، عم تأيد الدولة وبشار الأسد ومالك سياسي؟ انا بأيد دوله، لأقول لك ليش؟ لأني أنا عشت الظروف اللي أنا كانت موجودة فيها الدولة، شفت شلون الأصدقاء كيف قلبت على أصدقائها، شفت أهل المناطق الموجودة كان جوب. أنا ربيت بالتجارة، أنا ابن شرقي التجارة، يعني شباب جوبر وشباب زملكا وشباب عربية كلها بعرف هاي المناطق وبعرف أهم العوائل فيها، شفت كيف صار يدبحوا بعض، شفت كيف صار يقتلوا بعض. شلون بدك يعني أنا أكون لمين بدي سلم أنا يعني؟ معلش، لمين بدي أيد؟ لمعارضة باعت الوطن؟ عادي يبقى يقبضوا من الغرب دولارات؟ بعدين يا مان النجار اللي انت عم تحكي، انا ليش انا على فكره انا ما بعرفه وما هاجمته، فجاه جماعته صاروا في ألف واحد كلياتهم صاروا يسبوا علي ويغلطوا علي، ولا انه انا على فكره لا سبيت انت عليه كنت عم ولا تعمل غلطت احكام عليه. على وحده وقلت لها لا لا سبي يا ما مان. تنسيني، انت شفتي هذا المقطع؟ شفتي ايه كيف شفته. فتحتي ايه الموضوع من لك لا الاخر؟ انا انت ما شفتي بعرفك. هذا لا الموضوع؟ لا انت عم تعالي تفهم شوفي علي. شو صار عندي على الصفحه التيك ايه توك، ايه شوفي المستوى الهابط لوين. لما اطلع انا احكي بمنطقيه، انا رجل مثقف، بيجي واحد اختك وامك وما ادري طب لا شو لا مستوى هذا؟ الشتائم، لحظه لحظه، فانا الشتائم، يا مان النجار الشتائم عم شاطرين يحكوا فيها فيه جماعه على الاسد. معتب. بس لان يا استاذ، الشغله يا استاذ ميسون، ابو باسل، اليوم لما تكوني انت عم الشطاره، تحكي عن الشطاره معارضه بالمسبات، صديقتي، بس المسبات يعني، يعني بصراحه يعني لا يعلو عليهم جماعه الاسد بالمسبات، لا يعلو لك عليهم. شيء قبيح. انا ما اسمعيني اسمعيني بس لاقول لك شغله، انا عم بحكي اليوم بمنطقيه، انت اليوم بدك تجي تسب وتغلط، طب انا ما سبيت عليك وغلط اذا انت طب معتبرني انت، سوري وابن بلد. طب بدي اسالك اليوم سؤال، انت بغض النظر انت عم عن تحامي، الخلافات او انت عن عم تحامي الاراء على اللي انا الاطلاق. وياك خلينا، مختلفين فيها. خلينا ببشار الاسد، خلينا هلا لوين وصل بشار يا الاسد اختي البلد؟ بشار الاسد، انت ليش انت ليش موضوعك بشار الاسد؟ لانه هو ليش عدوي، موضوعك شاب لانه هو بشار عدوي، الاسد؟ هو لك عدوي، يا اختي تعالى نحكي هلا بصراحه، هو تعالى نحكي عدوي، بصراحه، هو انتم دائما عدوي، عدو دائما الشعب عم السوري. تطلعوا تحكوا بنفس يا ميسون، في شغله هو عدوك، عدوك لانك عايشه برا، عدوك لانك انت يمكن يكون تمويلك كله خارجي، ما عادي بس تمويل. احنا اليوم عايشين ما بوطن وعايشين انت ببلد، لساتكم ليش بتحكوا، بنحبه؟ ليش بدكم، مثلا ما انتوا يدينه؟ لساتكم لانه بتحكوا هو الوحيد بالتمويل. اللي ما خلى الاخوان وغير الاخوان لك فرد على لك شو بدي ولدنا. بالاخوان، انا مالي اخوانجيه لك يا خلص زلمه. عيب والله العيب، لك والله لسه اسمع، في لسه في انت لسه حبيبك بشار لسه الاسد لسه وانت حبيبك المعلبات ميسون. عنكم عيب يا ابو لك، باسل، عيب يا لسه ميسون، يا عنكم. ميسون لا يا ليك، ميسون، ليك انت لا هذا تكون. انت بدك تناقشيني ايه وتحاكيني، خليني احكي، حاكيني بموضوع، خليني تعال احكي، نحكي بموضوع، خليني احكي، بدك تحكي خليني، حاكيني بموضوع، خليني جاوبك، اتركيني من خليني بشار الاسد على جاوبك. جنب، مو لا انت لا ما زعجك بشار الاسد، انا تعال نحكي عدوي، على البلد انا شوي. عدوي بشار الاسد، اختي مش هو زعجني. عدوك وانا حبيبي، ايه عدوك لك انا تتهنى، حبيبي. طب تعالي تتهنى. نحكي هلا كسوريين انا وياك، بعيد خيدو عن الرئاسه، تعالي ايه نحكي هلا نحن كاثنين مواطنين ايه سوريين مع بعض، ايه هاي البلد بغلاها، ببهدلتها، بدولارها اللي نط لاخر الدنيا، بثرواتها اللي انسرقت، مين اللي سرقها؟ قولي لي مين اللي سرق بيت الاثار؟ الاسد، مين وسيم سرق الاسد الذهب ومين؟ اخو طب مرتك، خلاص بقى يا ساتر، وسيم تعال الاسد اخو مرتك، يا صاحبي وبشار يا الاسد صاحبي يا وماهر صاحبي، الاسد وكل خلص بيت انت الاسد. مقتنعه بهذا الشيء معناته انت طبعا ما بدك طبعا تناقشي، عندي انت سؤال، حابه انا تناقشي عندي سؤال، تعملي انا بدي حوار اسالك سؤال، ثاني، انا انت بدي اسالك عم سؤال. تعملي هيك مثل يمان النجار، هلا شو بدك انت، بتطلبوا واجعك لايكات كثير. ومشاهدات لا 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 لك ولعكوا شغله، وصيروا انا ترندات، وجعي، انا انا بدي وجعي. حالي حاكيني، اسمع بتعرفي اسمع ايمتى انا اسمع بناقش؟ اسمع انا اسمع، بناقش لما احس في شخص بده بس اسمعني، بس يحاورني اسمعني. بخاف على طب الوطن، اسمع، انا هون انا هلا بيحاور. خايفه على الوطن غصب عنكم، طيب ما نحن انت هذا عمتها، وطننا، هذا انا وطننا، عمتي، انت اخته لوسيم مش الاسد، انت وطن. اخته لمن؟ اي طبعا، لانه حرامي، لك لانه حكيني تاجر حكيني مخدرات، بالبلد اللي انسرقت، تاجر حكيني بالبلد كبتاجون. اللي
لآثارك كلياتها صارت برا، من حكيني بالبلد اللي صارت مين مين سرق الآثار؟ مين حكيني سرق الآثار؟ بالأطفال وبالبنات اللي مين بجوبر مين تفتحوا قتلهم؟ عمرهم 10 سنين. مين قتلهم؟ مين قتلهم؟ مو بشار الأسد؟ مين قتلهم؟ مو بشار الأسد؟ مين قتلهم؟ إيه؟ واللي كانوا جوا واللي احتلوهم واللي باعوا القضية كرمالهم، طفل صغير عمره 10 سنين بالإيواء عم يبعتون على المشافي المدري مين الفلاني ومدري في مين افتعل بفلانه وافتعل بعلانه وهذا يقول له جيب لي مرتك وهذا. طب بدنا نحكي كلام مسيء على انا بعرفك بدك تسجلي وتنزلي. طبعا طبعا اكيد عم سجل، اكيد عم سجل. فانا هذا الحكي طالما انك عم تناقشيني، انا اذا بدك تناقشيني ميسون انا بضل بحكي معك لبكره، بس ناقشيني عن الوطن اللي انسرق، ناقشيني يعني عن انت يعني بس سؤال، بس سؤال طلعت بدي اسالك سؤال معلش انت جاوبيني عليه. انتم عملتوا ثوره صح؟ لكان طبعا اعظم ثوره، اعظم ثوره ما عندنا. شوف لك شغله، اسمعني اسمعني، وين قادتكم انتم؟ قادتكم حلك حجاوبك 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 حجاوبك. هلا بعطيك اياهم بالاسماء، ما بدك تخليني احكي، ما بدك تخليني احكي. واحد عمل منشآت سياحيه، اسمعني كله مع القضيه، ما بدك جاوبك، ما بدك جاوبك. شو بدك تجاوبيني؟ بعرف كل شيء، ما بدك تجاوبك، ما بدك تجاوبك، لانه انا كل واحد بيمسك قضيه بشار الاسد. يا شباب بشار الاسد رئيسنا، بس كل واحد رئيسك انت قادر يعبر عن راي عن رايه. رئيسك انت مو رئيسي انا. انت مين رأي؟ انت باي دوله عايشه؟ انا بالمانيا. ما هو من قبل ما اكون رئيس، الرئيس الالماني رئيسك انت صح؟ اسمعني اسمعني، انا سوريا بلدي، سوريا بلدي، بس بشار مو رئيسي. بدك انت عايشه برات لك يا ليش تسالك سؤال؟ اولاد المسؤولين انا حق... لحظه 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 لحظه، اولاد المسؤولين عندك ليش عايشين برا؟ مين شو دخلني باولاد المسؤولين انا؟ مو هذا اولاد المسؤولين، اولاد المسؤولين كثر باعهم اولادهم برا. بتهربي من السؤال ميسون، انت مو ناشطه، انت مو ناشطه، طبعا انت مو بتحبي طبعا طبعا مليون بالمئة موسيقى. مليون بالمئة. انا اعتبرك انت منبر سياسي صحيح الكلام؟ نعم نعم نعم. طيب ليش ما ضليتي بالبلد وناقشتي بكل جرأة؟ ليش هربتي لبرا؟ لا ما انت مالك، ما انت ما بتعرف. لحظه 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 لحظه، خليني جاوبك، ما بدك خليني جاوبك، ما بدك خليني جاوبك. صار لي 28 سنه برا يا استاذ، انا ما هربت. انا صار لي 28 سنه برا. ما بتعرفي معاناه الشعب؟ لا بعرفه، لا بعرفه، نازله طالعه على سوريا بعرفه كثير وبعرف. بدي اسالك ميسون، جاوبيني بالله عليكي بحياه امي، جاوبيني بكل صراحه. نعم. من في احلى من سوريا كان، وفي ارخص من سوريا، وفي كل شيء مجاني بسوريا؟ في اجمل من بلدنا بالعالم؟ العالم الكون كله عم يحسدنا، واكبر دليل اليوم كل العالم قاعد عم تقسم فينا. ليش؟ لانه نحن بعنا وطنيتنا سوريا. طول عمرها، طول عمرها سوريا، سوريا قبل بيت الاسد كانت تاخذ العقل. اول ما اجوا بيت الاسد لعنوا ابو سوريا. 8 مليون بني ادم موجودين او 9 مليون موجودين، ليش ما حدا قرب عليهم؟ ليش كله عم يأيد وكله عم يشتغل وكله عم يطالع شغل وكله عم ينتشر برا وعم يعملوا مشاريع برا ومشاريع جوا؟ ما حد قرب لا بيت اسد ولا غير بيت اسد. انا من الشعب، اسمعيني، انا من الشعب. بتضحكني وتقول هيك، والله بتضحكني. انا من الشعب. انت مالك من الشعب، انت متزوج من بيت الاسد، انت مالك من الشعب، انت مالك من الشعب، انت متزوج من بيت الاسد، يعني انت من عظام الرقبه. قد ايه صار لك، قد ايه صار لك انت سمعانه فيني؟ هذا استفرجيك والله اليوم، والله اليوم عم نختلف، والله اليوم سمعت فيك. اي والله هذا اكبر دليل على اني انا مواطن عايش على. لا مو شرط، مو شرط، مو شرط، مو شرط، مو شرط. صار لي يا ميسون، يا ميسون اسمعيني بس، انا صار لي متزوج من زوجتي من سنوات. يعني مو شرط اذا ما عرفناك انه انت متزوج من بيت الاسد معناتها انت مو من. بعدين لك شغله، ما بيجوزوك بنتهم الا اذا كنت انت واثقين فيك 100%. ما بيجوزوك بنتهم فيني. على فكره انت غلطانه. لا ما على فكره انا ابن عشيره العقيدات وابن الدير وابن يعني تحت الويسات. انا يعني بيسالك انت برايك انت العقيدات بيفتخروا؟ لحظه 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 لحظه، لا لا اسمعني 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 بس، اسمعني بس، اسمعني. انا ماني بس عقيدي، انا من عشيرة الويسات، من الاشراف. ايه بيتبروا منك العقيدات، بيتبروا منك. بيتبروا لك عشيرتي كلها. انا عم بحكي لي مع الثورة، اسمعني. انا قصة عشاير وما عشاير لا تفوتني فيها، اسمعني لك شغلة. مثل هذا يمان النجار قال 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 عم يحكي باسم الثورة وراح تبرعوا له بمئات الملايين. مئات الملايين يا زلمة. اخذ 300 ألف دولار، طلع واحد على الهواء فضحه هو. لك يا عم،
لعما شو انكم لعما شو انكم عن جد لعما شو انكم يا بي شو بتغاروا يا بي شو بتتهموا من شو بدي غار يا لك بتعرف بتعرف اقول لك شغله نحن منا حراميه لا لك شغله ميسون ثقافتي اعلى منك لا 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 انا في شغله بدي لك لا ثقافتك ولا ثقافه بيت الاسد ولا ثقافتك ولا ثقافه بيت الاسد بتعنيني بتفكري انك تحاوريني ما بتعنيني لسبب ما فيك لانه انا عشت معاناه الشعب وانا انت بدي لك شغله بس بدي ارجع بدي ارجع للعقيدات بدي ارجع للعقيدات حيتبروا منك وانا حاطلب منهم انا حاطلب من كل العقيدات انا حاطلب من كل العقيدات يتبروا منك ما تقرب عليها ما تقرب لا ما لا ولو انا اسمعني اسمعني اوعك لك انا من بشار الاسد اسمعني 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 كل كل العشائر كل العشائر اللي مع الثوره اخواتي اسمعني انا بشار الاسد ما خفت منه اسمعني 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 انا بشار الاسد ما خفت منه انا اسمع بالثوره السوريه مثل ما في لا بعد هالكلمه كنتي وكلامك صحيح كنتي نزلتي بين ليك ليك وكم في كم شخص موجود معارض بالشام ما حدا قرب عليك لك شو هسه لك شو هالزرافه لعما لك شو لك بتحكوا بتكذبوا بتكذبوا وبتصدقوا حالكم اقعدوا على طاوله حوار ما اي حوار اتحاور مع قاتل مجرم اتحاور مع قاتل مجرم هجر وقتل الشعب السوري وانت وانت حقلك شغله حقلك شغله اغلب الاغلب اسمعني اسمعني نحن بالنسبه لنا هو منقذ مين هذا منقذ ما قلت لك ما حكيت لك انه كل العقيدات هلا حيتبروا منا ما قلت لك كل العقيدات حيتبروا منا نحن عشيرتي هي عشيرتي اللي انا بفتخر فيها لا تخر فيني انت غلطان لا غلطان لا غلطان لا غلطان لانه حسبتي كم بس لقلك شغله اذا حسبتي كم واحد من العقيدات اللي سافروا انا كل فتره في اجتماعات بيني وبين عشائري وناسي واهلي اوعك لا تخلي ايه ليش انت ليش انت فيك تقول بس بس سؤال ان كنك قبضاي جاوبني عليه ان كنك قبضاي جاوبني على اسمعني لك اسمع 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 كنت بتفكر انت بتفكر انت بتفكر انت لا انا بقول لك اسمعني انا عم اقول لك كنك قبضاي جاوبني 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 بس جاوبني انا راقيه غصب عنك وعن بشار الاسد انا راقيه غصب عنك وعن بشار الاسد ايه ايه لانك متجوز من بيت الاسد لانك متجوز لانك مين 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 هات مين انا بعرف مين تعرف كل شيء تعرف كل شيء انت تعرف كل شيء يعني انا الان اسمع يا فهمان يا فهمان يا فهمان يا فهمان انا هلا مبسوطه اني عم بتصل اسمعني 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 غصبا عنك راقي غصبا عنك وعن بشار الاسد ايه هاد حواري ايه تعرف ليش لانك انت لانك انت ما عندك الا الا التهم انت ما عندك اسمع انساني هادي اسمعني هيك قلبتي وتحولتي على المحطه لانك ما بدك تخليني ما بدك تخليني احكي انت انت عم تقول انت عم تتحامى عم تتحامى بالعشائر العشائر بريئين منك العشائر بريئين منك العشائر اللي مع الثوره بريئين منك انت بنت العشائر تحاكيني بلغه العشائر انا بنت البيرقدار اسمعني والعشائر كلها اللي مع الثوره بيحترموني اسمع 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 انا كل العشائر يلي مع الثوره بيحترموني واللي ما بده يحترمني بيكون مع بشار ما فرقانه مع صرمايه ستي احترمك شلون انا احترمك اذا انت ما بتعرفي تحاوري لك يا ما مين بدي حاور بدي حاور واحد على كل شوي عم يقول لنا ممولين هلا مو حكيتيني انت مو حكيتيني على اساس عم بكره حالك يعني لانك قاعد عم تتهم لانك قاعد عم تتهم يا مان سرق وانت سرقتي وانت مولينك انا رجل مثقف ايه مثقف ايه ايه مثقف اخواني ايه. كلها مثقفين ايه. نحن عشيرك رافعين راس مرفوع راس العقيدات لا يوم الدين كلنا اشراف قلبي طيب هلا العقيدات حيسمعوا المكالمه وحيعرفوا انك انت مع بشار الاسد حيتفوا عليك بس بحق لك اكثر من هيك تفوا ما بتفي غير على حالك ولك والله لا 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 تسب لا تسب ها شفت انك واطي شفت شفت انك واطي شفت انك واطي شفت انك واطي مثل بشار الاسد مثل بشار الاسد انت مثل بشار الاسد ووسيم الاسد انت متزوج اخته لوسيم الاسد شو بدك تكون غير بياع مخدرات شو بدك تكون يعني غير هيك بياع كبتاجون شو بدك تكون غير هيك اذا بيت البيرقدار داعسين على راسك وراس معلمك ماشي بيت البيرقدار داعسين على راسك فشرت بعينك فشرت بعينك داعسه على راس بشار الاسد اسمع بشار الاسد واحد من اولاد
اولاد عمامك واقربائك من فتره قريبه قال لي انا احنا ما بنتعرف عليها وحده. مزبوط. ايه قال لك ليش؟ لانه مثل ما بعيلتك في ناس مع الثوره، في ناس مع بشار. وتحاوريني لك انت اصغر. فشرت بعينك بنت البيرقدار وتذكرها داعسة على راسه لمعلمك بشار الاسد وعواسيم الاسد. انا مالي معلم غير الله. لا هلا كنت عم تقول قبل شوي انك مأيده. العم اكذبك هلا كنت طاير عقلك فيه. شو كذابه طلعتي على الطاوله. شفت اسمع حتى ارجيك. اي محطه ثانيه؟ لانك انت قاعد عم تقول ممولين وسارقين. هي غصب عنك مثقفين، غصب عنك وعن بيت الاسد نحن مثقفين. الشعب السوري وعي وصحي، البلد وعم يرجع الوطن، ما ضل غير كم فجر. فشرت بعينك 12 مليون برا ما بدهم يرجعوا. مئات المليارات من ورا كم فقير لعبتوا بعالهم. يا عيب الشو من ورا شو؟ من ورا شو؟ من ورا شو؟ من ورا شو؟ انت الوطن على اساس انت عم تحكي على الوطن. طبعا على الوطن. صار لك 27 سنة برا الوطن عم تحكي الوطن. طبعا وفي ناس صار لها 50 سنة برا وبيضل الوطن وطنها. ما مو ملك اللي خلفكم. تفضلي انزلي حاوري بثقافة والله عن جد مشان يحطني بشار الاسد على الخازوق. ما هيك؟ انزلي انزلي مشان تطلع. يا زلمة تعال لك شغلة، لا لي بالجيش ولا لي بالعسكر ولا لي بكل لص، انا ممثل. تفضلي حاوريني، شوفي لوين وصل مستواكي وانت عم تناقشيني لصرتي تسبي وتغلطي. انت اللي سبيت انت اللي سبيت اسمع، انت اللي سبيت مو انا. انت اللي سبيت حبيبتي عشان تعقيدات 2,000,000 و265,000 نسمة كلهم بيحبوني وبيعترفوا. كلهم بيحبوك عرفتي مين ابي انت انا لا سبيت ابوك. اسمع كل عيلة فيها مزبلة كل عيلة. مين والدي لا تحكي بعيلتك، لا تحكي بأبوك وأمك، لأنه أكيد هن متبريين منك. العيلة فيها مزبلة. إيه طبعاً. اسمع معلش، أنا ثورجية. أنتِ حطيتي راس عيلة البيرقدار بالأرض لأنك زبالة. بيرقدار كاف، داعسين على راس بشار الأسد. وما بتعرفي تحاوري ولا داعسين. أنا ميسوم بيرقدار داعسة على بيت الأسد من الأب الى الجد. لك بلا ترند، بلا ضراب السخن. لك روح انت غيرتك مثقف يحاور. لك غصب عنكم نحن مثقفين. بدكم يانا ننزل. اسمع بس حقول لك شغله. انت اسمعني، لا حقول لك ما بدي اتصل، ما بيشرفني. لك ما بيشرفني انا برد على الكل على فكره. لا لانك انت ما بتعرف تحاور. لانك انت كلمه بشار الاسد وانت صار حاكيني كمواطن سوري، بتعرفي تناقشيني. انت اللي جبت مسبك. انت اديك البندوره الله يرضى عليك. قديش البطيخه يصفر عرضي؟ لك انت شو بتعرفي تحاوري؟ ما بتعرفي شيء عن البلد. مين بيعرف لك انا على البلد؟ كم ساعة بتجي الكهرباء عندنا بالساعة؟ ما في لأنه عنكم هيك رئيس، لأنه عنكم هيك اسماء أعضاء مجلس الشعب، لأنه عنكم رئيس زبالة، لأنه عنكم رئيس زبالة. دور بأول شارع بغداد تبع قلبية معروف جدا، شو اسمه بتعرفيه؟ لك ما بتعرفي الشام، إذا حطيتك هلا بالشام وتطلعي بمساكن برزة يستر عليك. شو يعني؟ لا تقربي لعندي، انا لا تقربي لعندي الله يسلمك. اسمعني بقول لك، روحي العبي على الشخصيات اللي المستفيده والشخصيات اللي اسمعني بقول لك شغله. انا زلمه وطني. انت وطني؟ انت وطني؟ متزوج اخته لوسيم الاسد. على فكره ميسون في شغله معلومه بس وسيم الاسد انت ما بتعرفيها. صهره انا ثوار الحسن يا ميسون. بتعرفي انا وين كنت عايش؟ وين كنت عايش؟ مصر. صار لي 15 سنه. ايه 15 سنه. ايوه من 97 انا بمصر. انت بتعرفي انا ايمت فتت على البلد؟ لا ما بعرفك. بدايه الازمه بدايه الثوره. تركت ناسي بمصر. قلت له راجع، انا عال عند اهلي وبلدي وعشيرتي وناسي، ما بترك ناسي. مو مثلك انت بتعرف كيف صار لك 27 سنه وجاي هلا بتضربي مساليات علي. ايه طبعا. ايه قلت يا ميسون والله واذا كان يعني بدك ياني ارجع على سوريا يحطوني على الخازوق. حطوني على الخازو. روح لا تركنا لكم سوريا. على فكره شفتي انك زبانه. اي زبانه. ايه
ألف قولة جبان ولا قولة ينحط على الخازوق. لكن بتعرفي الفرق بيني وبينك؟ ألف قولة جبان ولا ينحط بسجونكم. ألف قولة جبان ولا ينحط ليلة واحدة بسجون الأسد. ميسون الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن اللي بيآمن بالله وبيآمن باليوم الآخر وبيآمن بالنصيب ما بيفكر تفكيرك. أنا بقول أنا جاي وأنا بحكي باسم الشعب. تعالي تفضل احكي. خايفة من الخازوق؟ ايه طبعا. خايفة من الله؟ لا خايفة من الخازوق. الله اسمع، لأنه أنتم ما بتعرفوا الله. أكبر من كل الحكي. ما بتعرفوا الله. الواحد هو قاعد ممكن ايه وأنت عم تحاكيني. ايه طبعا، بس أنا أنزل لعند بشار الأسد سلمو حالي؟ مجنون أنت؟ أنا سلمو حالي لبشار الأسد؟ بتضلي بتهزي بدنك فشكله ضغطك بضل طالع. ولا بالعكس، ولا بالعكس، معلش. هديلي حالك، بدك تناقشي وتحاوري. اسمع اسمع. بدك تناقشي وتحاوري، اهلا وسهلا. بدك تقعدي تتنططي وتقعدي انك على اساس ترمي فتنه مشان انه انا انت صهر. انا صليت من سنين صهرون، بس انا بعيد عن اي شيء. انا زلمه بتمثيلي وبشغلي وعايش حياه، على فكره عايش حياه طبيعيه جدا. فهمتي كيف؟ انا واولادي وزوجتي والناس كلها اصدقائي، ماشي؟ اما بتجي بدك تناقشيني، انا ليك مكالمتك كلها مسجله عندي. إذا بدك تنزلي هلا المكالمة لازم تنزليها كلها، لأنه رح نزل كل حوارك. شو أنا أتحداك تنزلها كلها حرفياً؟ حرفياً بعرف مالك عادي، لأنك إيه؟ أنت متزوج أخته لوسيم الأسد. لأنه بدك تطلعي غسيل من ميسون وما عندك ثقافة. اسمعني، لا لا حنزلها، حنزلها مثل ما هي. تكرم عيني. إيه إيه إيه. تكرم عيني. كلها كاملة. أنا وكيلك إيه؟ لحطة بشي. أنا أنا عندي بأي بلد؟ مو بألمانيا؟ ببرلين أنا. إيه أنا قريباً، انا بنتي ببرلين، انا قريبا جاي على برلين. شو بدك تعمل؟ بعد شوفي انه انا اجرا منك. انا كنت عم صور بتركيا وعم بطلع على برلين، وكنت من فتره بالسويد. ايه لك يا بنتي اللي حاطه بشيله، انا سوري، سوري بشيل الجنسيه السوري. ما في اقوى من قلبي في العالم. انا باطل. قلبك قوي طبعا، متجوز من بيت الاسد طبعا، بيكون قلبك قوي. لك لا 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 لا، ما ساندني طبعا. اهلي وعشيرتي اوعك. لا لا بقى تجيب سيرة عشيرتك، لا بقى تقول ساندينك عشيرتك، لا بقى تقولها، لا بقى تقولها. انا ما بشد ظهري بمرتي، اوعك. انا ابن العقيدات، اوعك. ايوه انا ماني من الزلمة تشد ظهري بنسوان، اوعك. تمام. لكن ليش متجوز منهم؟ ما بتعرفهم مجرمين وقتلة؟ ليش متجوز مرته؟ انا شفتي شلون انك غشيمة ما بتعرفي شيء. انا ومرتي، انا ومرتي حب اكثر من 7 سنوات. وي 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 والله قلبي يضعف لا يختمش. قبل الازمه وانت كنتي لسه ما بعرف قديش كان عمرك، هلا ما بعرف اصلا قديش عمري. انا وزوجتي حب وغرام فتره طويله، وبالمناسبه انا رفضت 4-5 مرات. ليش رفضوك؟ ما عندي نقطه. اخذت اللي بحبها. ايوه انتي. ايوه لكان منيح ما سرقني بالحب شيء. منيح 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 اللي ما قتلوك، منيح اللي ما قتلوك مثل ما قتلوا جوزها لهي. لا حبيبتي ما لا بيقتلوا حدا ولا بيزعجوا حدا ولا ضايقوني، وانا ابن الدير وطلعت على، بالمناسبه طلعت على اللاذقية طلبتها. لا ضايقوني ولا زعجوني، بالعكس استقبلوني استقبال محترم واهلا وسهلا. بس والله نحن ما بنعطي لاهل الدير. ليش؟ قالوا ليش؟ ليش؟ قال يا اخي انت من بلد ونحن من بلد، وكل بلد له طبيعته وشعبه. ايوه لنا عاداتنا وتقاليدنا، وانتوا لكم عاداتنا. لو ما مشكله. طب لحظه، كيف رضيتوا؟ كيف رضيتوا؟ في تواصل بيني وبين مرتي. خليني كفي لك. طب كفي 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 كفي. رجعت مره ثانيه تقدمت، قام قال اهلا وسهلا، والله سالنا عنك وطلعت ابن عشيره كبيره وبنتشرف فيكم. أيوة. وعشيره العقيدات عشيره محترمه وراقيه واهلا وسهلا والصدر لك. لك بتعرفي كيف جوزوني بنتهم؟ مثل عاداتنا. لما سألت قلت لهم قديش بدكم مؤخرة، قال انتو شلون بتجوزوا؟ قلت لهم احنا بنعطي عطية ما من وراها جزية. قالوا نحن بنعطي عطية ما من وراها جزية، طالما انك ابن عشيرة العقيدات يا اهلا وسهلا فيك. وين انت؟ ليش عم تسوي صورة العالم كله؟ ليش لك ميسون؟ خلصت ميسون انت؟ غلط. خلصت حقيقي. خلصت حكيا غلط. لازم تكون في شويه انسانيه جواتك. تسالك سؤال تاني، هالبلد اللي انت هلا شاني حرب عليها مك ما فيها اطفال. بس سؤال، بس سؤال عندي. بس لحظه 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 بس لحظه، لانه جوز بتحبي الوطن. لك اسمعني، خليني احكي، خليني شو بلا 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 حلول. اي شو هي؟ ممكن نوصل لحلول ولا شو هي الحلول؟ شو هي الحلول؟ بدك تضلي برا. انا طول ما في نظام الاسد ايه بخاف على حياتي؟ ما في حدا بيسترجي يفوت، مو بس انا، ما حدا بيسترجي يفوت. طب سؤال حلو حلو، انت عم تقولي ما حدا بيسترجي، شو معنى العالم اللي عملت مصالحات واللي كانت قاتله واللي كانت ذابحه؟ وهذا الشيء ما فيك تنكريه. لانه مين بيصدق كلامكم؟ مين بيصدق كلامكم؟ بدي اسالك سؤال. اللي طوى سواني سواني ماشي، اللي عملوا مصالحات اهل جوبر واهل عربين واهل دوما
واهل الرقه واهل الدير كلهم كانوا شايلين وكلهم معروف كانوا شايلين سلاح وقتلوا وعملوا. سمعنا اول ما بصموا الورقه الدوله كانت ملتزمه منه ما عاد حدا قرب عليهم. معناته ليش معناته فيك تفوتي هلا ليك روح على اي سفاره في مصالحه اعمل مصالحه وفوتي اذا بتبري حالك لك حاجه تضحكني والله العظيم يعني حاجه والله عن جد عيب والله. طبعا العالم اللي اجت هلا من تركيا هذول اجوا اكثر من 600 700 بني ادم بيوم واحد و100 الف شخص جايين هلا فاتوا ماشي اللي عملوا مصالحات ليش ما حدا من وين جايين هذول على فكره انا فين على فكره فيني اعطيكي اسماء ماشي هل اعطيكي اسماء شخصيات كانوا انا بعرفهم ماشي كانوا موجودين بمناطق وعملوا مصالحات ورجعوا واللي انتسب لجيش وانتسب واللي ما انتسب ما انتسب. يعني نحن ليش دائما ميسون ليش دائما نحن معصبين وجانين ليش نحن ما نحن نعتبر حالنا سوريين اهل فعلا نوصل لحوار نحل المشاكل. هلا انت بدي اسالك سؤال صار لك فتره عم تتصلي بالكل ماشي هلا ماشي تحكي نفس الحكي اللي انت حكيتي معي بالبدايه بعدين بتبلش الموضوع حوار اذا هو الشخص معك منطقي. طب بدل ما انت عم تبذلي جهد لتسوي صوره ليش ما بتبذلي مجهود حقيقي وتعالي حاوري اختي حلي مشكلة فلان مشكلة علان احكي مع شخصية بارزة يقول له في فلان الفلاني عليه مشكلة ممكن تساعدنا نحلها وزيعي هذا الحكي على هوا يوم ما بيساعدك. في رقابات هون بتحاسب. انت عم تحكي على شو طيب. على دولة كلها عصابة حاكمتها لك هذا الحكي غلط هذا الحكي تقولي عصابة على دولة طبعا عصابة طبعا مو دولتي هاي لا سوريا بلدي والشعب الطيب شعبنا بس خربت. لا في الفاسد وفي الكويت بدنا نقيم طب ماشي تمام نحن هدفنا اسقاط النظام. اسمعيني للاخير لك انت ما بدك يعني اسمع ونحاور انا وياك بس اسمعيني بهالشغله انت جربتي مره واحده بس مره يا اختي قدام هالجمهور هذا اللي راح يحضرني انا وياك هلا بالالاف مئات الالوف. انا عندي انا فنان وعندي صفحات فيها الوف وانت عندك كمان اسمع. ناس فيها الالوف. اسمع بس اقول لك شغله بس, بس خليني اقول لك كلمه بس خليني اقول لك كلمه بعدين بس طول بالك طولي بالك لك يا بس طولي بالك بس لك تكي 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 بس تكي تكي لا خليني تكي بس لحظة ممكن لحظة يا إله إلا الله محمد رسول الله ممكن احكي معك كلمة ممكن تسمعني إذا بدك المكالمة تنزل وتنزل باحترام منسكر هاي المكالمة ورجعنا أنا بلبس وبجهز الكاميرا وبعمل فيديو للتنزيل. أما غير هيك بدك نزلها أنا ماني داير ورا ينزل وغير ينزل يا بنتي الله يرضى عليك الله أنا كل الحكي ما بيها أنا كل الحكي ما بيهمني أنا هلا عم حكيكي لك كمشروع لإلك منطقية كأنتي اليوم اسمك ميسون مزبوط ميسون اليوم عنده منبر كبير وعم تحاور الناس فيه ليش ما بيكون محاورتك دفاعا عن حقوق الشعب السوري اختموني لكن عم تحكي بحق لكن انا شو عم بشتغل لكن انا شو عم لكن بشتغل انا شو عم بشتغل لا شو ده لا الحكي غلط هذا الكلام مو مزبوط هذا مو مزبوط. طيب تعالي نتفق طالعي لي اسم شخص عنده مشكله هو بالغربه طيب. فلان الفلاني حصل معه لا انا بدي اعطيك انا بدي اعطيك انا بدي اعطيك لا لا انا عندي اسمع من السلطه اي انا حاطلب منك استنى حاطلب منك لا 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 يوم ما بتنحل مشكلتك اسمعني تمام اي تعال اجت والله جابه تعال دائما انت بتهاجمي اجت والله جابه مشكله يا اختي كونوا صريحين اسمع قلت اجت والله جابه طلع لي معلومات عن رانيا العباسي ولاده السبعه انا ما بعرف طلع فهميني شو ما بتعرف تطلع انت ليش مانك واثق ما بعرف انا اطلع بهالقصص لك انت مرت اخت اكبر واحد تاجر مخدرات بسوريا لك انت فهماني غلط مشان هيك انا ما عم بعرف فوت معك بحوار ايه لا ما بدك تعرف تحكي مع الحوار طبعا لانه انت بالنسبه لك الحوار هذا كله انت مو عندك منبر طالعي لنا انت ما انا عم بقلك انا عم اقول لك انت عم تقول الدوله اسمع طالعي انت اليوم مشكله لشخص شو هاي مشكله رانيا العباسي ولادها انحبسوا من 2013 ما بنعرفهم عايشين ولا ميتين بس قلنا عايشين ولا ميتين طالبي بهالحكي طالبنا عودتي الناس انك انسان طالبنا طالبنا لكن هالحكي مو مزبوط خليكي منبر سياسي حقيقي انا غصب عنكم منبر سياسي
لك لا انت مالك غصبا عن عنك، غصبا ما في عنكم، مالك لا لك غصبا عنكم، انت شلون غصبا عنك ايه شلون غصبا عنكم، مو انت هي بتقيمني لانه ثقافتك، مو انت هي بتقيمني، ثقافتك مي... ايه هي ثقافتك، تعرف ليش؟ شفتي لانه انت ميسور، شفتي ثقافتك، انت ميسور ثقافتك بلشتي تقلي تصغير وتقولي الاخر. شفتي انه ما بس بيطلع لحظه، لك بس معي، لحظه، شفتي لا انا فشلت، وطني، لا انا فشلت وطني، فشلت انا فشلت وطني، فشلت. انت ما عندك لا وطنيه ايه لو كنتي، انت صحيح وطنك انت بشار وطنيه الاسد. كنتي هلا طلعتي ساويتي مخبر طيب حقيقي. بشار الاسد مجرم ولا لا؟ جاوبني. بشار الاسد تاج لراسك، لا فتاج راسك انت، مو تاج راسي انا. بشار الاسد تاج لراسك، فشر احفظيها، فشر فشر. ليكو حاطه تاج صورته، لراسك، حاطه صورته احضار الاسد للعداله. بثلاث لغات، بدك عاجل، بثلاث بدك لغات، خلصنا بقى، احضار بدك دنيا الاسد صوفيا. بدي للعداله. اسالك سؤال، انت ماني حاسبه، انت مانك حاسبه حساب لاخرتي، طبعا مانك خايفه من طبعا الموت، طبعا ما طبعا عندك ايمان بالله، جاهزه لو عندك للموت، ايمان بالله ما بتحكي، جاهزه للموت باي لحظه، وضميري جاهزه مرتاح للموت جدا. وخايفه تنزلي على البلد، ايه طبعا بخاف انزل على البلد، خايفه بيحطوني للموت، على الخازوق. ايه طبعا طبعا يا استاذ، خايفه ايه طبعا تتفاجئ بقى، طبعا طبعا. حياتي مو بعزقه اكيد. اقارع يا هذا بنتي ما حدا النظام، ما حدا قرب عليك، اقارع ما هذا حدا قرب عليك، النظام من الخارج. ما ليش من حدا، الخارج؟ لانه شفنا اللي بالداخل شو صار فيه. عارف كيف؟ شفنا اللي بالداخل شو صار فيه. فهمت ليش؟ فهمت ليش؟ وفهمت ليش بشار الاسد وانتم بتتجاكروا؟ لانه انت ما هلا فيكم، انت عقدتك بشار ما الاسد، فيكم تطولونا ولا هو هي النظام. مشكلتك بشار الاسد، اي حدا هي مع بشار مشكلتك الاسد بشار والله. الاسد، اي شوف، شوف هي لك شغله، مشكلتك قال لك بشار، شغله، قال لك انت شغله. ميسون يا عابس اي سمير، يا ميسون مع واحد، ثقافة، اسمع يا اسمع، ميسون انت لما بدك تتصلي بسوار الحسن اذا مانك مثقفة لا تتصلي فيه، اه طبعا تركنا طلعتي الثقافه غشيمة، لك يا سوار، طلعتي غشيمة، تركنا انت اتصلتي، انت اذا من انت الاول، من مثقف، الاول ميسون شو قلتي لي، انت اذا قلتي لي انت حاكيني وخلينا مثقف، نتحاور، اذا انت قلتي مانك تبع مثقف، حوار، اذا انت مانك مثقف، مو انت مثقف بتقيم ومانك تبع نفسك، حوار، مو انت لك شو بتقيم هالثقافة نفسك. تبعك يا عابس، شو شو بدك بدي يا اقول لك؟ بدي اقول لك انه رئيسك منيح، والله رئيسك منه منيح. لك يا اختي اتركيني الرئيس على جنب، تعي نحكي نحن كمواطنين، لك شو عم بحكي معك انا اتركيني على كقيادة؟ جنب، انا عم بحكي لك معك انت هاي كقيادة. مشكلتك دائما، اتركيني على جنب، انا حاكيني انت دقيتي لي ليش؟ لاني انا مواطن سوري صح؟ لا، لانك انت من عظام الرقبة. طيب اختي انا من عظام الرقبة غيره، ايه انت متجوز من بيت الاسد يعني من عظام الرقبة. طيب طيب وبعدين ايه، وبعدين إيه شو يعني؟ لا ماله شيء، سلامتك يعني. سلامتك والله، طيب ابدا وبعدين ميسون ابدا غيره بدك شيء، ميسون بس بدك تناقشي بحوار حقيقي لا لا وثقافي ايه فعلي، ما فعلي انتبهي وتصيري صاحبة منبر يساعد الناس، والله شوف انا صاحبة منبر والله وعندي معك كلمتي، ميسون انتهت، ميسون انتهت. ايه بس ليك قل له لبشار انتهت الكلام، الاسد بس احضاره تصيري منبر للعدالة ميسون، قرب، والله صدقني والله العظيم سكر.